فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه إن حيضتك ليست في يدك، يقول: هل يستدل بهذا على جواز مس المصحف باليد؟ لا، المصحف لا يمسه إلا المطهر، لا يمس القرآن إلا طاهر الحديث، فلا تمس القرآن مباشرة بيدها إلا وهي طاهرة. الحائض لا، ما هي طاهرة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.